طب يا جماعه، وبعد ما فتشنا بقى كل سياتل داون تاون وشفنا الاماكن كلها زي ما انتم شايفين في الخلفيه الجميله دي، الخريطه اللي ماسكها الي، علامات الاستفهام اللي عليها خطوط بالعرض دي كلها كانت اماكن وزرناها. لو انت عايز تشوف الاماكن دي فيها ايه ممكن ترجع تشوف الفيديو اللي فات، بس هو الفيديو اللي فات بعتذر اللي قبليه، يعني هو سياق اللعبه كده يعني ما فيهاش اكشن كتير، الاكشن فيها كان قليل، كان كلها كوليكتبلز، وواضح لها داخل على ايام سوداء يا شباب، ربنا يستر على اللي جاي. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، ونستأنف مسيره الي في البحث عن قاتلي جول والانتقام منهم مع طبعا صاحبتها دينا، ونبدا مع بعض على بركه الله عشان ما اطولش عليكم. لكن قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي حابب تدعمني، ممكن تنزل تشير في القناه وتعمل لايك للفيديو، وتعليقاتكم ما تحرمنيش منها يا شباب، وان شاء الله بكون عند حسن ظنكم وبقدم لكم دايما الجديد والمستمر، ويكون مشاهداتي او فيديوهاتي ممتعه. وهيا بنا يا شباب نبدا ونلعب. طيب انا كنا وقفنا في المكان ده، كل اللي انا هعمله فود انزل نركب الحصان ونتجه بقى ايه للمكان اللي فيه فدرة ده تحت على الشمال، تحت لما امشي كده اروح شمال، وفي دبليو ال اف ده انا مش عارف هوصل له من هنا ولا لا. هو دبليو ال اف ده المفروض اللي هو انا ممكن احاول اخد لفه هنا يا جماعه لو ينفع، لا مقفوله طبعا. عادي يا اخت اخ. طب هو الحصان ده ملوش اسم زي لعبه جوست اوف سوشيما كده؟ كان الحصان ليه اسم كده وارتبطت بيه عاطفيا بصراحه، كان حصان جميل. انا حاسس في حاجه هناك يا جماعه في الحته دي، احساس مش اكتر، بس مفيش سبيل ان انا اطلعها يعني اوصل لها خالص. anyway خلينا نرجع بقى نشوف ال نشوف ال اسمه ايه الجنريتور. ده في بريدج وعليه تراك، والتراك دي قربت تقع. هنوصل لها ازاي دي من هنا؟ اه واضح، بص العربيه محطوطه بطريقه اللي هي بتقول لي ايه نط عليا من هنا. نستكشف بسرعه كده في حاجه؟ لا مفيش. طيب هوبا. تقول انت ليش عليا دي نطه صغيره وبتاع، لسه كانت بتقول يا بت يا بت مجنونه. المفروض ننط هنا برضو؟ لا ده بعيده جدا. اه ده في حوار، ايه ده؟ اوكي المفروض ننزل تحت، ماشي انزل تحت. اه ده في كوليكتبلز اهي يا حلاوه. انزلي يا بت كده. Ellie? Yeah. Do you know what you're doing? I think so. اوكي يبقى كده غالبا هلاقي حاجات تحت. غالبا يعني. المفروض اسوينج صح؟ ما ينفعش اطلع من غير ما سوينج، لازم اسوينج. تعالي كده 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 سوينج يلا. ايه ده؟ امسكي الحبل امسكي الحبل، انا عايز اسوينج. تعالى على الار 1 تقريبا وسوينج، ايوه كده. يلا يا الي. عجباني يا جماعه الفيزيائيه بتاعت الحبل الممسوك ده، شكلها رغم ده عمال يخترق رجليها وبتاع، بس بيتحرك كده فعلا بواقعيه جدا يعني. اديني الحاجات دي. دي جايه لي دينا. حاجه هنا؟ دي بتطلع عليها؟ نو. الصندوق ده ما فيهوش اي سر. طب ننزل هنا؟ ولا المفروض ما ننزلش؟ ال 3. ايه السيرفينا ده؟ اه ده عايزين اروح لل اروح هنا عادي ولا ايه؟ وده كان المفروض اخد الحصان ولا ايه بس؟ والحصان طبعا فوق. هي فين؟ اه جايين مع الحصان، هو جاي مع حصانه جاي. دبليو ال اف عايزين حصان ننط هنا يا جماعه. ما انا لازم اندهله يا جدعان، ما ينفعش كده يعني كل شويه. تعالى يا عم ونستنى دينا لما تيجي. يلا القفزه الحلوه بس كده. في حاجه هنا؟ نو. يلا بينا.
انا سعيد جدا بالاختراع ده يا جماعه، اختراع جميل بصراحه، اختراع الاسكان ده. ده في هنا بس هو nothing here، انا لسه عامل اسكان وما شافوش حاجه، كله مغطى. بص يا جماعه، انا المفروض اللعبه بتعلمني تقريبا ان اي حاجه متغطيه بالزرع كده ما ينفعش اطلع عليها. تعالي يا دينا، قفزه بس. وصلنا للمكان اللي احنا عايزين نوصل له، جبنا الجاز، نفتح بقى البوابه. بس انا محتاج كود، كود بقى يا ترى ايه بقى؟ بس كده؟ هو ده توت الشاي ده ولا ايه؟ 50؟ انت هتفتحي البتاع ولا انا مين؟ برافو برافو برافو، اشكرك. انا جيت هنا تقريبا. الكهرباء وصلت، هي واصله اوريدي، فاضل بقى كود. ايه بقى كود؟ شوف بقى كود هعرفه منين. تعال نشوف الحاجات اللي معانا. تشيك بوينت جيت كودز، هي دي. ايست 2 5 3 4 5، احنا في ايست 2 صح؟ خلينا نجرب كده 5 3 4 5. ايست 2 5 3 4 5. الله اكبر. طيب شوف بقى الايام السودا اللي جايه لنا يا جماعه. ما انت ليه تنزلي؟ انا عايز ابص بصه بسرعه كده، في حاجه هنا؟ مفيش. يلا طب اركبي، طب اركبي. ايوه سامعكم. نجري بسرعه كده نشوف الحاجات اللي هناك. دي بقى بتسبرنت جامد، معنى كده اللي فيه نفس الحوار بتاع لاست اوف اس 1 يا جماعه. بتعرف اذا كان في الجوار حاجه ولا مفيش؟ بيبقى من خلال ايه ده؟ تفتح الباب. مفيش فتح باب. اوكي، بيبقى من خلال السبرنت، لما بتجري بيها تلاقيها بتعمل سبرنت جامد كده، تعرف ان في حد قريب هنا. تريلر ملهاش اي لازمه. ماشي، هنروح منين؟ فدرة. اوكي هذه الحاوية ما فيهاش حاجة، انا ممكن اطلع عليها غير ما معمولة عشان اطلع عليها، واروح هناك بقى وايه وانزل في وسط الحاجات. وفي كائنات هناك اهي، تعالى نسكان بسرعة. اوكي، في مكان، في حاجة بتتاخد، في كان لسه داخل قدامي دلوقتي. شوت جان حلو جدا، دي فضلها ضربة وخلاص يا جماعة، البتاع اللي معايا دي وتكسباير تتكسر. ايوه، انتوا كام واحد بقى؟ دول بياكلوا. وفي واحد هنا جوه. طب خلينا ناخد اللي جوه ده. اديني. اوكي.
طب ده هنجيله من الناحية التانية ولا ايه؟ ايوه اديها. هو تقريبا كان في حد قرب ياخد باله مني او ينتبه لي تقريبا. الباقي فين؟ تعالوا نولع فيكم كلكم. نشتتهم بدي. لا عايز ارميها قريب منهم. ايوه كده. او تعال انت على طول تعال ولع فيهم معاك انت. ايوه خد. ايوه ولع انت كمان. ايوه ولع. تعال اتفحم في ثواني. This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Wolf. Wolf patches. مش ترجلوا ايه بتتفرد يا جماعة؟ That's good, right? Those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected. Then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice. طب يلا. Grab what we can while we're here. اديني دي. اديني ده كمان. وده كمان. اوكي. ايوه انت مليانه كده وحبيبتي. هاتي. اديني. اكسبلوسيف انا خدت زياده كمان معايا اكسبلوسيف اهو. المفروض ادخل هنا وفي جوه وفي حاجة على يميني تقريبا برضو انا سمعتها. ايه دي بقى؟ شايفين يا جماعة بتجري ازاي؟ بتجري كده بأريحية كده ومرحرحة تعرف ان مفيش زومبيز في الجوار. لما تبتدي سبرنت بقى يبقى الموضوع مختلف. طب هندخل من هنا. هو بيقول ادخل من هنا. انت قلبك ميت قوي داخله بتعمل ايه دوشه كده عادي؟ سواب اديني دي حالتها جديده اللي معايا خلاص انتهى امرها. هتفضل قاعد ولا هتقوم؟ اتضرب بالنار ده. وريني كده. حلو. لقينا الجهاز بتاعهم فبتقول عرفنا دلوقتي مكانه وساعة ما نحب هنبقى ناخده نبقى نيجي وناخد زي ما احنا عايزين. ده على اساس ان احنا هنرجع حتة واحدة او قطعة واحدة يعني. اديني ده. اديني اديني. انا هقعد الم. انا عايز اكشن يا جماعة مش معقولة كده. اللي يحب الاكشن يا جماعه في اللعبه دي اديني تعليق تحت النبي. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي برضه الاستيلف او التخفي بالنسبه لكم لذيذ ولا اخش هارد كور واديهم في وشهم على طول؟ ايه رايك يا علاء؟ مش قادر تتعرف على هذه الجثه. ده في حوارات. في حد هنا. لا مش باين والله. هو صوت بس. يمكن هنا جوه. اديني اللي في الدرج. مفيش. المكان ده كان في يوم من الايام مكان حلو والشمس بتخش له كده و تقريبا شكله اوتيل يعني. هو اوتيل غالبا. ما دخلنا اوتيل تقريبا. ايوه
ده في حاجة بره كمان انا بشوفها بعدين لما اطلع. كارت كارت اهو، في حاجة هنا ولا جوه الحمام؟ هي راحت فين؟ ما انا كنت هنا. ايه ده؟ طب هي ليه من شويه فوقيها بتعلم المثلث على طول؟ لازم اتحرك ليه يمين وشمال عشان تبان؟ ما هذا؟ I'm exhausted. دي مذكرات حد ساتردي 29 مارس، فرايدي 4 ابريل. Our strike against the federal checkpoint work killed at least three of those guys. ده حد بيتكلم على خطوة الهجوم بتاعته او جروب بتاعه على فيدرا، على جماعة فيدرا. طب انا شفت المكان ده كله، في حاجة هنا؟ نو no. الباب ده اوكي. ايه اللي ورا الباب؟ هي ليه الأوضة دي حمرا كده؟ تومي اخو جول. No way. That was definitely him. He's one of the ones that killed Joel. بيقول لك تومي هو اللي عمل كده اخو جول، وده واحد من الناس اللي قتلوا جول. هي اتعرفت عليهم او اتعرفت عليه. Shit. There's another one over here. في واحد تاني هنا. وكاتب كود كمان. بيخلوهم بيستعملهم ضد بعض ازاي؟ Joel told me about this. جول قال لي الكلام ده قبل كده. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. تسأله سؤال وما تخلوش يقوله، يجاوبه يكتبه. And if the facts match, you're telling the truth. If not, you fuck him up. Yeah. فيخلي ده يكتب الإجابة وده كمان يسأل نفس السؤال يكتب الإجابة، لو الإجابة واحدة يبقى هما ما بيكتبوش. East 1. Another gate code? Looks like it. الكلام ده لسه حاصل دلوقتي اكيد هو ما بعدش من هنا. طيب قبل ما نمشي نشوف في حاجة، خلاص يلا بينا. Come on. We can get out this way. Yeah. بتقول نمشي هنا ممكن نحصل تومي. ده احسن ولا ما احسن؟ متهيألي واحد يعني، انا ما استعملتوش anyway. هو ده الشيل الاتنين، لازم اعمل سوايب، لازم ابدل. احنا لازم ننزل من هنا. يلا بينا. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Are you okay? نروح على الحصان. I don't want you to think bad of Tommy. Ellie, if I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. I hear you. طب انا المفروض اشوف الخريطة دلوقتي. الراجل انا حطيت نقطة زيادة المفروض في الخريطة، الا وهي فين بقى؟ هي مش حاطة نقطة على الخريطة يا جماعة؟ كتبت الكود هي؟ المفروض نروح فين دلوقتي؟ دبليو ال اف، علامة الاستفهام اللي فوق دي. نتجه مباشرة. ايست 1 دي بوابة.
You remember the code? The one written in blood? Yeah. هي هتحط الكود كويس رايح دماغي. يلا هي ما حطتش جهاز بس ايه بس اشتغل. هتاخدنا على ايست 1 هتاخدنا فين يعني؟ عايزين حصان ننط بيه. تعالى يا دينا تعالى. I say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. هي دي سياتل يا جماعة؟ No infected. Or WLF. Wolves. Whatever. I still have some of those almond things left if you're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. بندور على مبنى مفتوح ندخل فيه ونتمنى ما يكونش جواه ال اف ال اف ولا شيت يا ولاد ال اوف 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 اوف, أوف. بحتة ما كده يعني. اوه شيت. Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? About a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Just you two? You can't stop this. Jordan! انتوا كام واحد؟ أردن! You're supposed to be out looking for the other one. The fuck is this? دور على التانية. أو التاني. You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. الأردن بيقول له البت دي لأن أنا ناكل دي جاية ورانا. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. And we got a new mandate. Kill all trespassers. Hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush. ده عايز يقتلها بس لا عايزين نخليها ممكن نعرف منها معلومات. مش مهم احنا عندنا تعليمات. يا ابن ال اوه دينا كانت هربت بس جابوها. انت مكانتش المفروض تيجي هنا. دينا هات هدي هدي هدي. ايوه ايوه اديني ايوه بسرعه 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 يلا تعالى يا ابن ال هوبا. خرمت له زوره. لا اوعي اوعي ما هسكون حد قريب ولا حاجة. Ellie Ellie we should go. Somebody would have heard the gunshots. إلي لازم نمشي في حد ممكن يشوف ضرب النار. Look at that leader. Was there a في الدم يا جماعة؟ I don't fucking know. Come on. Fuck Ellie. Oh shit. اديني هم عارفين ان احنا هنا طبعا الاكشن ده لابد منه.
يا ابن ال شيت 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 خد اخس اخس اوكي مش عارف اضرب طلقه واحده ايه ده تعالى كده ايوه انا ايه هفضل اضرب بس كده ولا ايه اوه ما ماتش ما ماتش الكلب ايوه تعال اطلع بس خلاص جبت امه وانت كمان وده كمان جبت Let's go. How many guys did you see? Enough. اديني بسرعة مفيش حد معاه حاجة بريس ار 2 ار ايمنج تو ريلود اوكي مفيش حاجة فين ايوه الراجل ده معاه حاجة طلب مسدس مفيد مفيد يلا يلا التصوير صعب جدا يا جماعه في اللعبه دي يا ولاد اللذينه انزلي انزلي وطي وطي جبته 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 ايوه في حد يجي من هنا طيب ايوه اطلع اطلع اوه شيت ما ماتش ليه ده هو ده بيتحول ولا بيتصاب بس تعالى ايوه تعالى ايوه في واحد اهو يا ابن لذينة ريلود مفيش طب اديني بقى التاني بسرعة سواب سواب ايوه ايوه تعالى يا ابن ده جايلي من هنا استخبي استخبي ثم ماتت إلي وطي يا بيت وطي يا بيت الايمنج فيها صعبة جدا يا جماعة في حد تاني خلصناهم حلو صالح يا نفسك بقى صلحي نفسك فيكس يور سيلف ايوه انا عايز تاني ممتاز محتاجين نكرافت ولا ايه ايه اللي معانا تعال انا عايز ده ريلود يا جماعه الاول ايوه مفيش انا معايا ده نعمل سواب اوكي ريلود في حاجات هناك زجاجة دي نعم بيها ستان في حاجة هنا في حاجات هنا فريست ايد ممتاز ممتاز الايمنج بتاع الشوت جان اسرع شويه من تاني تعال نكسر ده مفيش حاجه alright يلا 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 Put everybody down here.
وطي 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 وطي. Fuck, those shots come from. I don't know. Search the courtyard. You hold the cafeteria. I'll cover here. Right. يا انا مش شايف. بيقول لي الاعداء هيشوفوني في الزرع لو انا لو هم قربوا يعني. المفروض الف حواليها. ايوه. يلا يلا يلا. اديني اللي معاكي. هي لازم تفضل غرزاها كل ده؟ ما ينفعش تعديها في السريع. مين تاني؟ في واحد اهو هناك. واحد بس. اه في واحد هنا. واحد هنا بس. اهو مديه ظهره اصلا. تعال نديله واحدة كده ولا ايه؟ يا ابن لزينة. ما صبته صبته على طول اصابة. خد ده خد ده يا ابن لزينة. قتلته كتير. بس ده راح ده. خد خد. ابدل المسدس. انا معايا حاجات تانية. اديني ده. الشوت جان الشوت جان الشوت جان. ايوه. فين الشوت جان؟ مات. اديني دي. طب ناخد الحاجات دي بسرعة. انتوا فين جوه؟ مليانة حاجات. محتاجين نعمل كرافت كمان. اجمع الاغراض. اه كده فل. اوه بيبي. اه في تاني؟ بح كده. لا يا إلي. Let's go. Have a look here. Fuck these wolves. Steal their shit. حلو حلو حلو. أنا محتاج بقى كرافتنج تيبل يا ابن الزينة. ده فين ده؟ ده فوق. هما كام واحد؟ You seen anything? No. Cover this roof. I'll check over here. You sure she's not on the street? Did you look? How did she get down there? I don't know. Right over here! اقرا يا بت. يلا. هما فين هما فين؟ استخبي يا بت. عدل يا بت. خدي دي يا عيني. ده السواي بتاع المسدس بيطوحوا في السماء. ايه دي؟ دي حته بشريه دي ولا يا جماعه؟ ده حته من الودان تقريبا طارت. ودي حته دي مناخير تاني. تفاصيل بنت حرام. طب ايه بقى اللي فاضل؟ اديني ايه اللي معاكو. اه فاضيين ماشفين ما فهمش حاجه.
هنا الباب ده. اوكي نوت جديده. اوكي فرونت from here on out kill all trespassers. اوكي ده تعليمات جايه للناس، ده المكان اللي طلع منه تعليمات اللي هم يقتلوا كل متجاوزين البوابات، اي حد غريب يقتل بمجرد رؤيته يعني. طيب انا ممكن يا جماعه يعني بما ان الموضوع فيه بريك شويه هنا قبل ما اتقدم في القصه، ممكن اتوقف عند هذا الحد. انا شايف ان احنا كده عملنا شوت كويس ودخلنا حته فيها اكشن شويه في اخر الفيديو عشان ما يبقاش ممل، ونستعرف مع بعض ايه اللي هيحصل وازاي هنخرج وهنقضي على الناس ديت، تكون هنهرب منهم ولا مش هنهرب ولا هيحصل ايه تاني. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، واشوفكم في الفيديو اللي جاي في تكمله مغامره الي ودينا، ومع السلامه.